اليوم بإذن الله حنقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة دائما زي ما عودتكم في خلال برنامج سفرتنا. اليوم حنقدم لكم وصفتين، اليوم حنمشي نسافر بيكم للهند، حنقدم لكم زوز وصفات معروفين جدا. ويعني احنا طبعا بالنسبة للوصفة الأولى اللي هو طبق العيش درناه أكثر من وصفة في خلال البرنامج، ولكن اليوم اخترت لكم طريقة سهلة وفي نفس الوقت الوصفة يعني حتعجب أفراد العائلة. حنقدم لكم برياني اللحم وحنتعرفوا بعض على خطوات البرياني، حيكون أيضا سهل جدا. أما الوصفة الثانية حتكون عندي كيكة الزعفران بالفستق، كيكة من أروع ما يكون، لازم لازم تجربوها. شو رأيكم نتعرف مع بعض على مكونات وصفتنا الأولى اللي هي البرياني اللحم ونرجع لكم باش نطبقوا الوصفة مع بعضنا. برياني اللحم نحتاج إلى كيلو لحم بقر، كيلو أرز بسمتي مغسول ومنقوع، 2 حبة من البصل جوانح، 3 قرن فلفل حار، 4 فص ثوم مهروس ناعم، ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازة أو بودرة، كوب من الزبادي، نحتاج إلى حوالي كوب من الزيت، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الهيل الناعم، 4 ملعقة كبيرة من بهار البرياني، 2 ملعقة كبيرة من السمن، ملعقة صغيرة من الزعفران، لتر مرقة أو ماء ساخن. طبعاً هذه هي المكونات. أول خطوة بنديروها مشاهدين الكرام قبل ما نديروا أي شيء، حناخدوا الزعفران حطناه في صينية، حطينا عليه حوالي ربع كوب من مية الورد أو مية عادية، تمام؟ هذه أول خطوة لازم نديروها، ويفضل مية ورد. مش هتحسوا أبدا بطعم مية الورد، ولكن حيتفاعل فيها الزعفران وحيعطيكم طعم لطيف جدا. هذه أول خطوة درناها فراح نخلوها على جنب. تاني خطوة، أنا ذاكر في الوصفة كوب من الزيت، ممكن تمشوش بالعيار بالضبط، ممكن تنقصوا ديروا حتى نصف كوب، وأنا هذا اللي راح نديره توا. هنحط حوالي نصف كوب تقريبيا من الزيت النباتي، وبعدين حنتخلص من الزيت الزائد، تمام؟ حط هناك شوية الزيت النباتي، هو حوالي كوب نصف كوب ليكم طبعا الأريحية. راح ناخذ بصل راح نحطهم فص الزيت بهذا الشكل. اخذنا البصل عندي، حطنا فص الزيت، حنستنى حوالي ربع ساعة تقريبا لين حبات البصل تتكرمل تماما وتتحمر. هذه خطوة مهمة جدا، تمام؟ بعد ما حطينا البصل اللي احنا عندنا، راح نبدأ باللحم اللي عندي. طبعا انا الوصفة اللي عندي هنا برياني اللحم، ممكن تديروا تمشوا بنفس الخطوات مع الدجاج، بدل اللحم عادي جدا، ايضا حيعطيكم طعم لطيف. اول خطوة راح نديروها، حنجيب صحن زي الصحن هوا، يعني في الربع ساعة اللي بيطيب فيها البصل احنا حنتبلو اللحم بتاعنا. بعد ما حطينا البصل، عندي انا هنا كيلو من اللحم هبرة، انا مستخدم هبرة، ممكن تستخدمه عادي بالعظام. حطينا اللحم الهبرة هنا بهذا الشكل. شو راح نحطه على اللحم؟ راح نحطه حوالي كوب من الزبادي. ما تستغربوش مشاهدينا الكرام رجاء من الوصفه، هذه الوصفه فعلا مش هتحسوا لا بطعم لا بميه الورد ولا بالزبادي، لكن فقط التزموا بالخطوات. حنحط حتى تحصلوا على طعم برياني لطيف وزي ما تاكلوا فيه في مطعم او كنتم مسافرين برا. حنحط طبعا هنا الكوب الزبادي الساده على اللحم، الزبادي هنا راح يطري اللحم لاكثر ولا اقل، مش هتحسوا ابدا بطعم الزبادي نهائيا في الوصفه. عندي تشكيلة البهارات يلي هما، عندي ملعقة زوز ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الهيل، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار، 2 ملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من القرفة، تمام؟ راح نحط البهارات هي بالشكل هذا. وعندي 4 ملعقة كبيرة من البهار البرياني، ويجي طبعا ظروف لو توفر الظروف او كنت تمشوا العطارة تاخذوه بالكيلو. راح ناخذ احنا الوصفه حوالي 4 ملعقة كبيره من بهار البرياني لو كان بالكيلو، لو اخذته ظرف نبو ظرف كامل، تمام؟ انا راح نفتح بهار البرياني عندي هنا، طبعا نجيب هذا الشكل، ريحتها يعني مش قادر نوصفها. حنحطه البهار البرياني عندي هنا، شايفين لونه كيف؟
اجي لهم على اورنج هيك شويه. تمام، عندي توهنات توم، تومه هنزلها. تمام، وعندي الزنجبيل الطازه، انا استخدم طازه، ممكن استخدم بودرة عادي. وعندي الفلفل ال الاحمر الحار، هنزلهم، هذا اختياري طبعا. واضافه من يعني هناخذ شويه كزبر هنضيفها معه. تمام، تو هنا بعد ما حطينا الكزبر خليته بنقلب شويه البصل. ديك يتحمر بصل. تو شو راح ندير؟ راح نخلط الحم بهالتتبيله هي. ريحة تاخذنا للهند فورا يعني من غير اي مجامله، بجد يعني تحسوا روحكم في الهند، في باكستان، في افغانستان، هنيك يعني دول الفارسيه. هيك شايفين الحم بعد ما تبهر كيف ولا. تمام، تو هنا بعد ما بهرنا الحم وتبلناه بالشكل اللي زيته ما شايفين عندنا هنا، راح نغطيه وراح نحطها في الثلاجة حوالي 10 دقائق. أنا ممكن الوقت هياخدت مني 5 دقائق تقريبا، اللي هي أنا من أول ما حطيت البصل. طبعا ذكرت لكم مشاهدين الكرام أن البصل ياخد منا حوالي 10 دقائق، أنا توا مرت حوالي 5 دقائق على تحمير البصل. في 10 دقائق ما بين ما يتحمر البصل راح ناخذ إبهار البرياني هو أو تكبيلة البرياني اللي درناها بتاع الحم، وراح ندخلها في الثلاجة جيد هيك تعطي طعمها. وممكن لو عندكم وقت تديروا الخطوة هي قبلها حتى بيوم أو قبلها بساعات قبل الشغل. تمام، غلفنا، راح نخلوه في البراد أو خلوه على الكاونتر هنا على جنب لمدة حوالي 10 دقائق ما بين عندي البصل يكون تحمر تماما، وراح نرجع لكم بعد ما البصل عندي تحمر ونشوف مع بعض باقي خطواتنا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام بعد حوالي ربع ساعة تقريبا، شايفين البصل كيف ولا عندنا هنا. توا رح ناخذ نصف كمية البصل بهذا الشكل وحنحطها في صحن، هذا رح نستخدمه بعدين للزينة. هناخذ كمية من هالبصل، تمام، خذينا نصف الكمية تقريبا، هيا رح نخلوها للزينة. عندي البصل أنا هنا، النص الباقي راح ننزل عليه خليط الحامة اللي درناه قبل شوية. راح ننزل الحم على البصل. كل التتبيلة نزلوها. وتوا راح نشوح الحم عندي. فورا الروايح بتطلع ما شاء الله. تمام، هنزل بشكل هواء الحم. انا عندي في الوصفه حوالي لتر من المرقه، هذه طبعا شو قصتها المرقه هي؟ لو عندكم مثلا مرقه مثلا طابخين فيها دجاج وبعدين حمرتوا دجاج في الميه هذيك، او نفس الوصفه مره درنا المسخن، طبعا طبخنا دجاجه كامله بالتوابل الصحيحه، قمنا دجاجه وخلينا المرقه، او ممكن تستخدموا مكعب مرقه تذوبوه في ميه او ميه بس، يعني انتم هنا عندكم الحريه. يعني طبعا استخدم مرقه منزليه، يعني انا يعني مديرها المرقه هي مش جاهزه. راح ناخذ توا كميه من المرقه هي بنحطها هنا. تمام، بنقلب المرقة مع البهارات يلي عندي في الوعاء بهذا الشكل، وراح نضيفوها. لو ما عندكمش مرقة وممكن زي ما اتفقت استخدموا مي عادي جدا. تمام، توا بنقلبه
اللحم بالشكل هذا. المهم انه بوكي صوص يكون موجود، مش انه يكون صوص هلبة، لكن بوكي شوية صوص يكون موجود عندي في اللحم. تو هنا راح نغطيه ونخليه حوالي تقريبا ممكن نص ساعة او 40 دقيقة، يعني 30-40 دقيقة، لين اللحم عندي يطيب. لازم اللحم عندي يطيب تماما، هو بدأ يغلي زي ما شايفين هنا، لين اللحم يطيب تماما. بعدها رح نحطه الرز. طبعا احنا حنمشي لفاصل ورح نرجع لكم بنشوف مع بعض الرز كيف رح نطيبه ونحطوه على اللحم بعد ما يطيب. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام باش نكملوا مع بعض حلقتنا اليوم ووصفاتنا. طبعا اللحم مر عليه حوالي ممكن 25 دقيقة، ما زال نبوه يزيد يستوي أكثر. شايفين كيف لك عندي زي الصوص كثيف، وهذا هو المطلوب بالضبط. حنخلي تو اللحم هنا يطيب على مهله، يعني تو حننتقل للحلو أو للحلويات عندنا باش نحطوه في الفرن. الكيك ينحط في الفرن وبعدها حنرجع لفقره البرياني. حنتعرف مع بعض على مكونات الحلو بتاعنا لليوم ونرجع لكم باش نطبقوا الوصفه مع بعضنا. كيكه الزعفران والفستك، نحتاج الى لخليط الكيك، 5 حبة كبيرة من البيض، نصف كوب زبده، كوب سكر، كوب ونصف من الدقيق، ظرف من البيكنج باودر، ملعقه صغيره من الزعفران، ملعقه صغيره من الفانيليا. للصوص نحتاج إلى علبة من حليب المكتف المحلى، علبة من حليب المبخر، كوب كريمة سائلة، ملعقة صغيرة من الزعفران، نحتاج كوب كريمة مخفوقة للزينة مع القليل من الفستق. تو احنا مشاهدينا هنا الكرام راح نبدأ بتحضير وصفة الكيكة. أول خطوة راح نديرها راح ننزل عندي نصف كوب من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وعندي حوالي كوب من السكر، هنحط السكر حتى هو بنفس الطريقة هي. تمام، عندي كوب من السكر وراح نقلب الزبدة والسكر لين يتجانسوا مع بعضهم يدويا، يعني بهذا الشكل، ما فيش داعي احنا نستخدم اي جهاز او اي ماكينة، مجرد هيك يدويا نبو نقلبوا الزبدة مع السكر. لو حسينا زبدة علقتها ممكن بكل بساطة نرجع نحيها بهذا الشكل، لأن دائما عادة الزبدة لما تكون درجة حرارة الغرفة تساعد أكثر. أنا ما زالك عندي الزبدة شادة شوية، فأنا راح نقلبهم بسباتشولا وبعدين راح نرجع بالويسك هذا. أهم شيء بنقلب بالطريقة هي. لو كانت الزبدة عندكم حرارة الغرفة تكون يعني لينة فورا تتجانس مع السكر، أو ممكن تستعمل المضرب الكهربائي يعني فورا تمشي معه عادي. شايفين فولت هيك الزبدة متخلطة مع السكر. توا راح نرد الويسك هوا ونقلب. تو هنا بعد ما قلبنا الزبدة والسكر عندي بهذا الشكل رح نضيف بالبيضة. تمام، أهم شيء لازم نضيفه بالبيضة الواحدة يعني بالدحية ونقلبه. نتأكدوا أن البيضة جانست بالشكل هوا. أو اختفت يعني. نرجع نضيفه بيضة تانية. هم عندي 5 بيضات. نضيفوا البيض بالتدريج. تمام، نضيفه بيضة ثالثة. علاش البيض بالتدريج؟ باش ما الكيك ما يفرطش أو ما يتفترشش مني. هنقلبه بهذا الشكل. طبعا كيكتنا ما فيهاش أي مواد سائلة غير البيض، ما فيهاش لا حليب لا زبادي ولا أي شيء، لأن أنا معتمد على الصوص اللي راح نديره.
تمام. آخر بيضة ضفناها. طبعا حنضيف شوية فانيليا. وعندي زعفران، لو عندكم بودرة زعفران تستخدموها، ما عندكم مش ممكن تستخدموا الزعفران العادي. أنا عندي هنا بودرة زعفران حنحطها، تجيب أكياس هيك. بعد بودرة إيرانية حنقلبه بالشكل هذا. تو عندي كوب ونص من الدقيق، وعندي البيكنج باودر، وراح نضيف رشة صغيرة من الملح ونقلبه. نقلبوا الكيك بشكل هواء. شايفين في قوام الكيك عندي؟ راح نحي السبات الوسك هو من الكيك خلاص. راح نديره مسحة للكاونتر. وراح نقلب الكيك لين يجانس كويس، أو دقيق يختلط بهذا الشكل. شايفين كيف قوام العجينة عندنا هنا؟ في الأثناء هي راح نجيب طاجين يكون مستطيل أو مربع يفضل، أو دائري عادي. راح ندهنه بشوية سمن أو زبدة ورش عليه شوية دقيق. على توف قبل ما نحط الكيك في الطاجين، أنا عندي هنا كمية من المية من غير عيار، راح نحط فيها الرز المغسول والمنقوع للبرياني، باش نبغى نديروا الوصفات مع بعضها. راح ناخذ، خلينا نزيد ننزل من مية الرز عندي هنا، تمام. وراح نحطها على مية تكون مغلية بهذا الشكل. راح نستنى 10 دقائق فقط، نبي الرز يطيب لمدة حوالي 10 دقائق تقريبا. وراح نرش على المية برضو رشة ملح، تمام. تو راح نرجع تو للكيكة. راح ناخذ الكيكة يلي عندي وراح نحطها في الطاجين المستطيل زي ما قلت لكم. ريحة الزعفران ما شاء الله عندنا هنا. وراح نفرد الكيكة. تمام، مش مهم هالبساطة أنا حتتغلف بكريمة، لكن أهم شيء عندي إني نفردها بهذا الشكل. تمام، وممكن لو احنا ممكن الناس اللي تهتم شوية بالموضوع ها ممكن باستعمال هي نرجع كي شوية يدوبك، نتأكد ان ايضا الاطراف متوزع فيهم الكيك بهذا الشكل. تو الكيكة راح ندخلها للفرن على درجة حرارة 180، تاخذ حوالي ممكن نصف ساعة تقريبا. طبعا من فوق ومن تحت نكونوا حاطينها، تاخذ حوالي نصف ساعة. في الأثناء يعني بنشوفوا توا الرز شن صاير فيه. خلينا نقلب شوية الرز. تمام، ما زالك شوية. راح نجيب توا هنا، ممكن خلينا ننقل اللحم عندي في الغاز الثاني باش نشتغل الصوص. اوكي، هنحطه هنا اللحم. راح نجيب توا كاسرولة زي هي صغيرة، وشو راح نحط في هالكاسرولة توا حنشوفه مع بعضنا. راح نحط عندي علبة كبيرة من الحليب المبخر، مش محلى، حليب مبخر العادي، يعني نفس الحليب اللي نديره فيه في الشاهي. عندي العلبة هي، فتحناها وراح نحطها بالشكل هذا.
هذا علاش الكيكه خليتها جاف، لاني حنزل عليها كميه يعني كويسه من المواد السائله، فبلاش تكون الكيكه مايعه مني او تكون زياده على اللزوم مبلله. فحناخد توا كوب من كريمه، كريمه الحلويات سائله طبعا، حنحطها على الحليب بهذا الشكل. وعندي علبة حليب مكتف محلى، ما عنديش سكر، هنا كلها معتمد على الحلق الموجود في العلبة. هي راح ننزل علبة حليب المكتف المحلى. تمام. وعندي نحتاج لبودرة الزعفران. في الحلويات دائما نفضل نستخدم بودرة، لكن ممكن تستخدم حتى شعرات عادي جدا، وعلى فكرة بدأت في الكيكة هي ممكن نستخدم الشعرات نفسي طبعا استخدمتها في الرز اللي يجوه طبعا بهذا الشكل. خلينا طبعا ننقحهم في الخطوة الأولى، عادي جدا يعني ممكن تستخدمه. حنحط طبعا هنا بودرة الزعفران أو الشعرات اللي عندكم، حوالي نص ملعقة صغيرة تقريبا. حنزل البودرة عندنا هنا وراح نقلب. شايفين اللون كيف ولا؟ فورا يعطي لون الزعفران. نبغى نقلب الحليب المكتف المحلى. مع الكريمة والحليب المبخر. طبعا ما نضيفوش هنا فانيليا، يعني نبي تكون فقط طعمة الزعفران موجودة. نبي نقلبهم لين يوصلوا للغليان. حنقلب الصوص هو لين يوصل للغليان، وفي نفس الوقت انا بنشوف شن صاير عندي في الرز. فيك حبات رز هنا قلت ما شاء الله مشخول يعني مولي. هنستنى عليه شوية مازال بس ويكون جاهز. وأكيد ما ننسوش اللحم عندنا هنا ما شاء الله، الروايح يعني تحفة بجد. هنقعد نقلب فيه الصوص لين يوصل للغليان. على وشك خلاص يغلي. هنقعد نقلبه بالشكل هذا. تمام. ما بين ما يغلي الصوص والرز عندي يفوت عليه 10 دقائق، حنمشي لفاصل. انا توا حنصفي الرز، حنصفيه من كل المية هي، حناخذ فقط الرز ونشوف مع بعض الخطوات الثانيه بين ما يكون عندي ايضا الصوص غلي. اول ما يغلي الصوص راح نطفي عليه ونخليه على جنب. حنمشي لفاصل قصير ونرجع لكم. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام. طبعا هنا الصوص هنا وصل للغليان، خلاص راح نطفي عليه. بعد ما غلي عندي توانا هنا الصوص راح ناخده ونخليه على جنب. هذا بالنسبه للصوص الزعفران. تمام. توا حنرجع للبرياني. انا هنا بسم الله شوفوا يعني ما شاء الله اليخنه اللي عندي انا هنا. توا اللحم عندي طاب خلاص على الاخر. أنا توا شن درت هنا في الفاصل؟ صفيت الرز من المية الزايدة، هو اللي عندي رز بهذا الشكل صفيناه. راح ناخذ توا حبات الرز وراح نحطهم على الصوص بهذا الشكل. بسم الله شوفوا يعني أنا حنحط القدر هنا قدامي باش نبي الكاميرا تصور لي كيف
شكل حبات الرز اللي عندي، قاعدين نحطه فيها على الصوص، نوزعه بهذا الشكل. شايفين كيف شكل الرز عندي هنا؟ بكل هدوء نوزعه بس حبات الرز ما تتكسرش عندي. تمام، حط انا الرز. طبعا يفضل، طبعا اكيد يكون بسمتي، ما تستخدموش نوع ثاني من الرز يفضل. بعد ما وزعنا هنا الرز عندي بالكيفيه هي، راح ننقل هذا على جنب. تو هنا على الرز شو راح نحط؟ راح نحط حوالي زوز ملاعق كبيره من السمن، لكن راح ناخذ السمن وراح نوزع بهذا الشكل. ينزل السمن بهدوء ويبدأ في الرز. تمام، وزعنا السمن عندي، وبعدين عندي الزعفران، هنوزع بهذا الشكل. تمام، وزعنا الزعفران، حرش شوية كزبر وشوية من البصل. شايفين كيف الشكل ولا عندي يعني هنا؟ وراح نغطي انا. طب نوطي النار على الاخر، نوطوها، خلوها نار هادية ونغطوا ونخلوه حوالي 20 دقيقة لين الرز يمص كل اليخنة متاع البرياني على نار هادية ويدوب عندي السمن. بيكون عندي وقتها البرياني جاهز. حنخلوه تو احنا على جنب لمدة حوالي 20 دقيقة. راح نشوفه تو احنا الكيكة هنا على وشك انها تستوي. حنمشي لفاصل بعد ما تكون عندي الكيكة طابت، ونشوفه بعد كيف راح نحطوا لها الصوص وكيف راح نقدمه. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام. طبعا عندي الكيكه استوت في الفرن، خلينا نطلعها من الفرن. هذا شكل الكيكه عندي. تو اول شيء راح نديره، راح نجيب من الصوص الزعفران وراح نسقي الكيكة بصوص الزعفران. لكن قبل ما نسقي الكيكة راح نجيب شوكة بهذا الشكل وراح نعمل لك ثقوب للكيك. تمام، ندير لك ثقوب. للكيك بهذا الشكل. وراح شايفين قوام الصوص كيف مولي؟ راح ناخذ من الصوص الزعفران ونحطه على الكيكه وهي سخونه. نجربوا الكيكه كويس. ونخلي حوالي كوب من الصوص على جنب. طبعا عندي هنا الكيكة شربناها بهذا الشكل، راح نخليها لمدة، كان عندكم وقت ليلة كاملة في الثلاجة أفضل، ما عندكمش وقت ممكن نخليها حوالي ساعتين ثلاثة ساعات لين الكيكة تتشرب الصوص عندي وتبرد تماما. ونشوف مع بعض الخطوة اللي بعدها، اللي حناخذ كريمة وحنحطها فوق الكيكة بهذا الشكل. تو الكيكة راح نخليها على جنب ما بين ما تبرد. وفي الأثناء هذه راح نبدأ بالطبق الرئيسي. عندي احتوى طاب،
اللي هو البرياني. حنطفي الغاز. شايفين كيف شكل البرياني ولا عندي؟ راح نجيب انا البرياني نحب نقدمه كيف في سفره ونحط لها كيس سلفر. توا راح ناخذ، شايفين كيف هيك البرياني عندي طبقات الالوان، وانا بنخلط تخليطه بسيطه، نبي الالوان تكون متغيره. نبي الرز فيه ثلاث الوان، لون البني الداكن اللي هو من المرقه جاي من تحت، ولون الابيض، واللون الاصفر بتاع الزعفران. هذا هو فكره البرياني عندنا اليوم. رح ناخذ توا هيك الرز شويه، نخلطهم كيف بعضهم، ونحط اول طبقه. بسم الله، شايفين كيف شكل الرز عندي؟ كل حبة بروحها ما شاء الله، يعني مش معجن ولا أي شيء. شايفين كيف الشكل ما شاء الله عندنا هنا؟ طبعا واللحم مهبز على الآخر. هنوزعه هيك، البرياني بهذا الشكل. من الوصفات يلي فعلا نتمنى انكم تجربوها. وصفة بسيطة جدا وطعمها اروع ما تتصور. تمام، وزعنا هيك الرز. هناخد قطع اللحم ونحطوها بالشكل هذا. هذا الفلفل نفس الشيء كنزلوه، ما فيش اي شيء عندي لاصق تحت او اي شيء. تمام، توا رح نزينهم بشوية كزبر. رشوا على البرياني كزبر. وراح نرش البصل، نص البصل لو تتفكروا اللي نحيناه من البداية، راح ناخده ونحطه بهذا الشكل. تمام، بس هيك هذا البرياني أصبح عندي جاهز، برياني الحم. وصفة شهية جدا، تقليدية يعني بشنا بالخطوات اللي متعارف عليها في الهند. وصفة فعلا تستحق إنكم تجربوها. تو احنا رح نمشي لفاصل أخير بإذن الله، ما بين ما تكون عندي الكيكة شربت شيء من تو بدت تشرب، شايفين كيف هيك شربت وتبرد تماما، باش نحط عليها الكريمة، الكريمة المخفوقة. حنمشي لفاصل ونرجع لكم باش نكملوا مع بعض باقي خطواتنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام باش نكملوا مع بعض باقي حلقتنا لليوم. طبعا انا طلعت الكيك من البراد، شرب كل السائل عندي، وانا طبعا قصيت الحواف بشكل هواء وشلت منه باش يسهل علينا نطلع المربعات. قصيت طبعا الكيكه الى مربعات مستطيله بهذا الشكل. توا شرح عندي المشاهدين الكرام، راح نجيب الكيكه ونحطها في صحن التقديم. راح نطلع كل مربع بسم الله بهذا الشكل. شايفين كيف شكل مربعات الكيكة عندي؟ راح نحطهم بالطريقة هي. عندي واحدة، نحطوا القطعة الثانية. ريحة الزعفران يا جماعة ما شاء الله، شايفين حتى من تحت كيف الكيكة عندي. اوكي، نشيلوا الكيك بهذا الشكل.
تمام، مفروض هيك يكونوا كويس، مش هنزيد الباقية بس يعطيني الشكل المطلوب في التقديم. توا رح نجيب الصوص بتاع الزعفران وراح نحطه في الصحن اللي راح نقدمه فيه بهذا الشكل. هنوزعه الصوص عندي انا، طبعا قلت لكم مخلين حوالي 1 كوب هذا للتقديم. تمام، حطينا الزعفران. توا رح نجيب البايبين باج او الكيس الحلواني او البوش زي ما تحبوا تسموه، ورح ناخذ كريمة فريش نكون خفقها. ذكر لكم انا تقريبا في الوصفة حوالي كوب عندي من الكريمة المخفوقة، رح ناخذها بهذا الشكل ونحطها في كيس الحلواني. اوكي، ومن غير اي فورما راح نقطع جزء صغير من الكريمه، وبعدين بعد ما قطعنا بالعرض راح ندير تقطيعه بالطول بهذا الشكل. اوكي، بهذا الشكل، وراح نحط الكريمه على الكيك. تمام، هيك نزينوها. اللقطة هي تخلي ناخذ جزء كبير من الكريمة، وانا هذا هو اللي محتاجه. هنوزعه بهذا الشكل. انا دائما نشوف طريقة البوش هي افضل طريقة اننا نقدر نتحكم في كمية الكريمة، احسن ما ناخذ بملعقة مثلا ونحط. تمام، بعد ما حطينا توحنا هنا الكريمة بهذا الشكل، طبعا هيك عشوائية حطيناها. انا كاتب في الوصفة طبعا فستك، انتم اكيد ممكن تحطوا فستك، وممكن ترجعوا تحطوا شوية زعفران، هذا شيء يرجع لكم. احنا نحط شوية فستك بسيط هيك كسرت لون مش اكتر الأرضية، وهذه ولت الكيكة اصبحت جاهزة. كيكة بسيطة جدا وسهلة وبسيطة. إن شاء الله تكون استمتعتوا بالوصفة زي ما أنا استمتعت فيها معكم. وهيك أعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا اليوم. طبعا حب نذكركم بأول وصفة حضرناها كانت عندي البرياني الحم، وصفة شهية جدا مناسبة للعزايم للولائم، فعلا من الوصفات البسيطة والسهلة جدا، مشيت معكم بكل الخطوات. أما الوصفة الثانية كانت عندي الحلو اللي هي كيكة الزعفران، إن شاء الله تكونوا أيضا استمتعتوا بالحلو متاعنا لليوم. نشوفوكم على خيرة الله في حلقات جديدة مميزة، نتلاقوا على خيرة الله. طبعا نحب نذكركم في خلال عرض الحلقة عبر قناة التناصح حيكون في بث مباشر عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك، وأي استفسار أي سؤال يريدكم تبعتولي عبر الخاص، وإن شاء الله ربي يقدر نجاوب على كل الأسئلة. موعد البرنامج كل سبت وكل 3 الساعة 6 مساء، الإعادة كل أحد وكل 4 الساعة 11 الصبح. نشوفكم على خيرة الله في حلقات جديدة، معكم إيهاب بن رجب، نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله.